اللي يخليني اسيب بيكي بليندرز واجي اعمل لكم الحلقه دي، فده حبا فيكم مش اكتر. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. واول حاجه عايز ابدا بيها النهارده هو ان مهما الحلقه دي كانت طويله، فاعرف ان كلها حاجات هتفيدك، والحلقه دي مش هتشوفها مرتين. يعني انت اللي هتاخده من الحلقه دي النهارده هتاخده هيفضل يعني هيفضل مهم معاك طول عمرك. يعني طول ما انت على النت الحاجه اللي انا هقولها النهارده هتبقى مهمه معاك، ومش تحتاج انك تعرفها من حد تاني او تعرفها تاني، تمام؟ فمهما كانت الحلقه طويله وانا احاول بقدر الامكان اقصرها واحاول اتكلم بسرعه، فمهما كانت الحلقه دي طويله يا ريت يا ريت يا ريت ومركز لاخر دقيقه في الحلقه دي. وهسيب لك تحت الفيديو في الوصف دقايق كل حاجه اللي عملتها في الحلقه، زي مثلا ازاي تعمل موقع وكل الحاجات دي كلها هسيبها لك في الوصف، فبحيث ان انت يعني ما تزهقش من الحلقه، ولو عايز حاجه معينه تضغط على الدقيقه بس وهيدخلك عليها. طبعا الناس اللي عارفه دي حلقه التكمله، ولكن يعني انت مش محتاج تشوف الفيديو اللي فات ولا اللي قبله، غير لو عايز تحفز نفسك تشوف ارواحي اللي انا عملتها والكلام ده كله، فممكن تشوف الفيديو اللي قبل اللي فات بالظبط. الفيديو ده انا وضحت فيه كل حاجه، ولكن الحلقه دي هي التفاصيل اللي انت هتفهم فيها كل اللي انا عملته بالملي، واللي انت هتعمله واللي انا هقوله النهارده كفيل يكسبك اضعاف اللي انا كسبته، تمام؟ ولكن اللي انا كسبته ده كان كتير، او كان يعني مبلغ محترم، لان كنت في شهر محترم. شهر 12 كان شهر كويس جدا، وشهر 11 كان شهر ممتاز جدا، تمام؟ يعتبر ان انا حققت في شهر 11 اكتر كتير من شهر 12. فخلينا نبدا على طول باول نقطه، وهي ازاي تعمل موقع الكتروني. زي ما انتم شايفين كده الفيديو ده يا جماعه وصل لتقريبا 1300 لايك و13000 و770 مشاهده او 14000 يعني تقريبا، وتقريبا هو اللي كان متصدر او يمكن يكون لحد دلوقتي متصدر كلمه الربح من الانترنت. فيا ريت يا جدعان نوصل الفيديو ده برده ال1000 لايك، فكل عليك انك دلوقتي تعمل لايك الفيديو. وخلينا على طول نخش على بلوجر ونشوف ازاي هنعمل موقع الكتروني. خلينا نسرع في الموضوع. هتخش على كلمه بلوجر او هتبحث في جوجل على كلمه بلوجر. انا ليه اخترت بلوجر ما اخترتش ووردبريس؟ لان بلوجر اسهل واسلس والدنيا ماشيه فيها ايزي كده وعسل كده والدنيا بتعدي، تمام؟ فعشان كده اخترنا بلوجر. كل الموضوع انك هتعمل ايه، هتروح هنا تكتب او تضغط على مدونه جديده، تمام؟ هتكتب اسم المدونه بتاعتك، عنوان المدونه بتاعتك، العنوان بتاعك كده، انت هتشتري دومين فمش هتفرق كتير، تمام؟ وتختار اي حاجه مش هتفرق، مش هتفرق. عملنا مدونه، دلوقتي انا بقى عندي مدونه وليكن مستر بومتك دي مدونه بتاعتي، عايزين نجيب لها قالب. هتجيب اي قالب في الدنيا. لو انت مثلا هتنشر اخبار اكتب هنا اهو في جوجل قالب اخباري، تمام؟ زي ما انتم شايفين بلوجر، هتلاقي 50 قالب اخباري ممكن تجيبه. فاختار النيتش اللي انت عايزه، وليكن اخباري، عايز مثلا حاجة تانية، كرة قدم، قالب مثلا لنتائج المباريات، قالب للتقنية، قالب لأي حاجة، هتلاقي قالب لكل حاجة وكل نيتش انت تتخيله في دماغك، تمام؟ فانت كل اللي انت عايزه او كل اللي انت هتجيبه هتعمله انك هتدور بس في جوجل على القالب اللي انت عايزه. ازاي تركب القالب؟ هتروح على المظهر بعد طبعا ما حملنا القالب، هتروح على تعديل HTML وتشيل كل حاجة، بس بغض النظر يعني عن الخطوة دي، فانت كل اللي هتعمله انك تضغط على نسخ احتياطي واستعادة، وبعد كده هتضغط على choose file هنا وتروح على القالب بتاعك. فليكن هو ده القالب، فهتخش هنا وتضغط على القالب، هيبدأ يعمل له تحميل. تم التحميل بنجاح. كل اللي هتعمله على عرض المدونة هتلاقي القالب موجود اهو، ده القالب الاخباري اللي احنا حملناه. هتطبعا هتضيف له مواضيع وكده، هتلاقي القالب بدا يظبط معاك وهتلاقي بدا يبقى شكله محترم معاك. حاجه تانية برضو ممكن تدور على يوتيوب على قالب اخباري. لو دورت على يوتيوب على كلمه قالب اخباري، قالب اخباري، تمام، هتلاقي الحاجات دي زي ما انت شايف، ضبط اعداداته، تركيب المربعات الجانبيه، كل حاجه بقى مثلا في ده هيفهمك كل حاجه، وازاي تركب القالب بالظبط، وازاي تعمل كل حاجه بالملي، وازاي تظبط المدونه من جوه، والحاجات دي كلها مش هنخش في التفاصيل دي. فيا ريت يا جماعه ما تكسروش، ويا ريت تمشوا معايا كده واحده واحده. خلينا نرجع بقى كده، احنا عرفنا ازاي نعمل مدونه، تمام؟ بعد ما عرفنا ازاي نعمل موقع الكتروني، على طول هتخش على حته الدومين. الموضوع الناس كتير بتقول لك دومين، دومين ايه يا عم؟ الموضوع صعب، ايه انا لسه هعمل دومين ولسه هجيب فيزا ولسه لا لا لا، ايه ده كده؟ مفيش اي حاجه من الحاجات دي. انت كل اللي تعمله هتخش على صفحه وسطنا، الناس دي اتكلمنا عليهم اكتر من مره اعتقد، اتهروا و
روح لهم بس قول لهم انا عايز دومين دوت كوم او دومين اي حاجه انت عايزها، وهو هيشتريها لك وهيركبها لك وهيظبطك. بس يا ريت انت تركبها بنفسك، لان بلاش يعني انتقل على الراجل، لان بعد الفيديو ده ممكن يجي له 1000 شخص ولا حاجه يقول له عايز دومين. فيا ريت يعني انت تركبها بنفسك، الموضوع سهل جدا وهو هيعمل لك كل حاجه بمجرد انك تدفع الفلوس بس، اللي هو اصلا دومين دوت كوم عنده ب 40 جنيه او ب 30 جنيه او حاجه زي كده. فالموضوع سهل جدا وبسيط جدا، مش محتاج انك تروح تجيب فيزا، ومش محتاج اي حاجه، ومش محتاج حتى انك يكون عندك خبره في الموضوع قوي. الموضوع سهل وهيفهمك كل حاجه. فهتخش على البيج بتاعتهم بتاعت وسطنا وهتستفسر منه وعلى اسعار الدومين اللي انت عايزه بالظبط، وتخليه يشتريه لك. بس يبقى كده احنا خلصنا موضوع الدومين والدوشه بتاعت الدومين. انت كان معاك موقع بدومين محترم، وكده موقعك كده موقع يعني موقع محترم، جوجل هيحب الموقع ده طول ما هو بدومين محترم. تمام. رقم 3 وهو ادسنس. يعني احنا عملنا الموقع وخدنا الدومين، ادسنس هي رقم 3. الموضوع كله بتاع ادسنس ده هيبقى في حلقه خاصه بيه، فيا ريت نسيبه دلوقتي. يعني في حلقه خاصه هعمل لك فيها ازاي تشتري حساب ادسنس، وازاي تطمن يعني انك اشتريت حساب ادسنس محدش يعرف يعمل لك فيه حاجه، يكون بتاعك انت الشخصي، ازاي انك تعمل حساب ادسنس وتفعله، وهسيب لك فيديوهات. ففي حلقه خاصه بادسنس، يا ريت يا ريت ما اقدرش نتكلم فيها النهارده، فخليك كده واستنى الحلقه دي. رقم 4 ودي حاجه مهمه جدا، هي هتنشر ايه. انا اكيد مش جاي اقول لك هتنشر ايه، ده حاجه مستحيله. تمام. اللي بياكل مع الناس واللي انا انصحك او يعني حاجه ريكومندد ليك انت انك تعملها او تنشرها هي الاخبار. هتقول لي لا لا استنى 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 مصطفى بيخرف ولا ايه اخبار يا ابني؟ ده في 100 موقع بينزل اخبار اليوم السابع كذا 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 كذا، في 100 موقع بينزل اخبار. هو انا قلت لحضرتك ان انت محتاج حاجه اورجانيك؟ انت محتاج جوجل؟ انت مش محتاج جوجل، مش محتاج اي محرك بحث غير فيسبوك. انت بس محتاج موقع تواصل اجتماعي او مواقع تواصل اجتماعيه زي فيسبوك زي تويتر زي اي حاجه من الحاجات دي. كل اللي هتعمله هو الفيسبوك طبعا لاننا عارفينه، فبلاش تويتر والحاجات دي، خلينا فيسبوك. فيسبوك كل اللي هتعمله انك هتعمل اعلانات، وكلنا عاملين عارفين الموضوع ده. هتعمل بيج صغيره بنفس اسم الموقع بتاعك. هتقول لي الموضوع كده طول ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ اهدى، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، مش محتاج حتى لايكات في البيج. عايز تشتري بيج ويكون فيها لايكات فدي حاجه تمام، يعني انت ممكن تعملها لو انت معاك فلوس وكده وعايز تبدا بشكل محترم وتعوض. انا راهنك ان كل ده هيتعوض. تمام. او يعني اتحداك ان كل ده هيتعوض، بلاش رهان يعني. بغض النظر، فزي ما قلت لك عايز تشتري بيج فيها لايكات براحتك، عايز تبدا من الصفر عادي، لانك كده كده هتعمل اعلانات، كده كده هتعمل اعلانات. تمام. فهتعمل لك كام اعلان؟ على فكره الاعلان فيسبوك بيبدا من دولار او 2 دولار، فالموضوع سهل جدا على فيسبوك. برضو انت ممكن انك يعني تستخدم وسيطنا في موضوع الاعلانات ده، اعتقد ان هو ممكن يعمل لك حاجه زي كده. انا اسف يا بطاها والله، بس انا عارف يا بطاها شكل اللي انت قلنا عليه، لكن بغض النظر يعني كلمه ممكن يوافق ممكن ما يوافقش مش عارف. ولكن فكره الاعلانات دي ان موضوع فيزا صغيره قد كده من اي بنك عندنا في مصر، فالموضوع بيخلص يعني، الناس كلها عارفه ازاي بتعمل اعلانات على فيسبوك. ولكن برضو تمام يا شباب، بعد ما دخلنا على كلمه فيسبوك بيزنس، هي دي بتاعت اعلانات الفيسبوك، اضغط على كلمه انشاء اعلان. الموضوع هنا بسيط جدا، ولكن هوريك الدنيا ماشيه ازاي في اعلانات الفيسبوك. تمام. كلمه انشاء اعلان، هتروح على البوست اللي انت عملته والحاجه اللي انت هتنشرها، الحاجه اللي انت هتروج لها اسف، الحاجه اللي انت هتنشرها اي حاجه بقى مهما كانت، هتخش على كلمه الرؤى هنا، وهو هيدخلك عليها لما تخش على الفيسبوك بيزنس. جميل. عايزين بس الحته بتاعه اختيار الجمهور، عشان دي مهمه جدا، وازاي هتقدر انك تبدا تعمل اعلان. تمام. فهقول لك ازاي تضيف وسيله الدفع والكلام ده كله يعني. تمام. هنا بيقول لك عايز تروج المنشور مش عارف ايه الكلام ده كله، هتقول له اغلاق ملناش علاقه بالحاجات دي، احنا عايزين يا عم نروج المنشور بتاعنا. فهننزل كده، بيقول لك انت ما عملتش اعلان قبل كده، هتعمل حاجه ترويج لموقعك ولا ترويج لايه بالظبط؟ وليكن هقول له مثلا انا عايز مثلا اوجه الناس لموقعي. تمام. تمام. هو ده شكل اعلان يا شباب زي ما انت شايف، بيقول لك اهو مثلا ده عنوان الموقع اللي انت عايز توجهه للناس، هتحط هنا التدوينه بتاعتك اللي انت عايز توجه لها الناس. تمام. هنا بيقول لك ممكن تحط صوره او فيديو للاستخدام في الاعلان، فده ممكن تحط اللي انت عايزه، ممكن تحط صوره معينه او تحط اكتر من صوره، او انك تحط فيديو او اعلان او شرائح بيبقى 10 صور، فيديو باستخدام 10 صور، هما الفيسبوك اللي بيعملها لك يعني. تمام. هتكتب هنا العنوان بتاعك، هتكتب هنا النص اللي انت عايزه، مثلا وليكن ده البوست بتاعك يعني يا جماعه، ده البوست يعني، البوست اللي يعني مثلا يعني الاكسات اللي هو كاتبها لك دي هي اللي هتبقى مكتوبه هنا. فانت حضرتك هتقوم عامل في الاكسات دي البوست بتاعك، مثلا لو انت بتتكلم عن منتج معين فتقوم كاتب المنتج ده فيه كذا 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 كذا، عن خبر معين لازم تحط حته التشويق. تمام. افتكرها يعني، انا قلتها وخلاص. هتحط حته التسويق بتاعتك، وعشان الناس تخش على التدوينه. ليه الناس هتخش على التدوينه؟ عشان الناس تخش على التدوينه عشان تستفيد من او تعرف بقيه الخبر او بقيه الحاجه اللي هي عايزاها او تشتري الحاجه اللي هي شافتها كده يعني. جميل. هتنزل تحت كده هتلاقي كلمه الجمهور.
الجمهور دي مهمه جدا، خلينا نعمل لها تعديل وتركز معايا. جميل جدا. هل مثلا لو انا هتكلم على احذيه نسائيه هختار الكل؟ هل انا هعمل كده ولا هختار النساء؟ انا هتكلم عن احذيه نسائيه هختار الكل ولا الرجال ولا النساء؟ طبيعي هختار النساء. لو اخترت الكل الفيديو او الاعلان بتاعك مش هيوصل لكل الناس. طب افرض مثلا اخترت الكل وصل للتارجت مثلا 20,000، يعني هو اخره يوصل ل 20,000، افرض وصل ل 17,000 راجل و 3,000 واحده، فالاعلان بتاعك مش هيعمل حاجه، فهتختار النساء. لو انت مثلا هتعمل حاجه عن النساء هتختار النساء، خبر له علاقه بالنساء هتختار النساء، تمام. اما لو حاجه لها علاقه بالجنسين هتختار الكل، لو حاجه لها علاقه بالرجاله قوي هتختار الرجال، تمام تمام. يعني مثلا ما تفضلش ما تفكرش تقول لي مثلا الراجل عايز يجيب هدايا لمراته مش عارف ايه، لا مش في كل الاوقات الموضوع ده شغال، تمام. العمر، هل مثلا هتتكلم عن مش عارف شنطه ايه؟ اكيد مش هتختار يعني 13 سنه او حاجه، فانت اكيد يعني هتختار العمر المظبوط، وبرده مش 65 سنه، يعني مثلا ممكن تختار من 18 سنه لحد 40 سنه مثلا. طول ما انت بتضيق الحاجه الناس مش هتبقى كتير قوي، ولكن هتختار الناس صح، الناس اللي هتشتري، الناس اللي هتشتغل، الناس اللي هتعمل كده، تمام، الناس اللي هتدخل على الموقع بتاعك وهتكسبك فلوس، تمام. هتختار الموقع، وليكن مثلا انت هتعمل حاجه عن مصر او الاعلان بتاعك ده هيبقى في مصر، او انت عاوز يعني تستهدف مصر فهتختار مصر. عايز دوله تانية وليكن مثلا دوله عربيه تانية مثلا المغرب، هتكتب المغرب وتختار المغرب زي ما انت شايف. وليكن عايز تختار تستهدف بره، تستهدف دول الخليج، هتختار اللي انت عايزه، الموضوع ده مش مفهوش فيزياء يعني، تمام. الاهتمامات والحاجات دي كلها مهمه جدا. وليكن مثلا انت بتتكلم عن اي حاجه، مثلا وليكن انت بتتكلم عن حاجه لها علاقه بالنت، الربح من الانترنت، بتتكلم عن الشغل عن النت، اي حاجه من الحاجات دي، فانت هتعمل لهم هنا ان انت بتتكلم عن حاجه لها علاقه بالنت، فهتختار الاهتمام بتاع الانترنت، تمام. وليكن مثلا انت بتتكلم عن لبس، حاجات زي كده، هتختار حاجه لها علاقه باللبس. انا مثلا بتكلم عن الاخبار، هكتب الاخبار، هكتب اخبار زي ما انت شايف اهو، كاتب لك اخبار الزمالك، اخبار مصر، اخبار الساعه، مش عارف ايه، اخبار مصر. الناس اي حد هيكتب اخبار مصر هنا في السيرش ده هيظهر له، تمام، او الاعلان بتاعك هيظهر له، فانت بتكتب الحاجه اللي انت عايز الناس تبحث عنها يعني، وليكن ده الكيوردز بتاعتك يعني نوعا ما. فالجمهور بتاعي اللي اتحدد ده هيوصل ل 72,000 شخص، لو انا غيرت حاجه في الجمهور ممكن يزيد ممكن يقل، تمام. وليكن ده جمهور محدد، ده جمهوري اللي انا عايزه بالملي، ده الجمهور اللي انا عايزه يوصل له، اللي انا اقصده بالملي. انا حاسس ان انا طولت قوي في الحته دي، ولكن دي كانت مهمه جدا، فيا ريت تاخدوا بالكم قوي من الجمهور اللي انت عايز توصله الحاجه وانت بتعمل الاعلان بتاعك، عشان بعد كده الاعلان بتاعك لو ما وصلش لحد او ما عملش الحاجه اللي انت عايزها او ما جابش الرقم اللي انت تتخيله، فاعرف ان العيب منك مش مني، تمام. فخد الجمهور بتاعك صح واختار الناس صح، تمام تمام. خلينا نكمل الشرح. خلاص خلصنا الجمهور، عملنا حفظ، خلاص الدنيا خلصت بتاعت الجمهور. هتعمل البوست بتاعك جميل بتاعك، وهتيجي على كلمه الدفع، هتختار برضو زي ما قلت لك بيبدا ب 2 دولار، 3 دولار، اختار موعد الاعلان لو عايز تختار يعني الاعلان يبقى امتى بالظبط وينتهي امتى، الكلام ده كله موجود. عايز اعلان يفضل مستمر معاك وتفضل تسحب وتدفع، فدي حاجه انت عايزها براحتك، ولكن طبعا احنا بنضطر ان احنا طبعا ايه نعمل نهايه الاعلان، موعد النهايه. هتختار هنا الموعد اللي انت عايزه والاعلان ينتهي في اليوم اللي انت عايزه، تمام تمام. فبيقول لك الوقت انت هتدفع 30 دولار، الاعلان هيبقى شغال لمده 10 ايام كاملين وهتدفع بس 30 دولار، فده يعتبر رقم كويس جدا بصراحه، تمام. الاعلان 10 ايام وهتدفع 30 دولار، ده يعتبر رقم خرافي يعني. هتضغط على كلمه ترويج، هيبدا يقول لك ادفع. هتدفع ازاي؟ عندك طريقتين، في الباي بال وعن طريق الفيزا. الموضوع سهل جدا يا جماعه، موضوع الفيزا موجوده هنتكلم فيها، ولكن موضوع الباي بال اسهل مما تتخيلوا. لو عايز تفعل الباي بال فممكن تفعله عن طريق فيزا موجوده في مصر هنا اسمها ايزي باي، ولو مش شغاله فممكن تلاقي فيزا تانية وكل شويه في فيزا بتطلع تفعل الباي بال وبعد كده ترجع تقفل تاني، فده هنفضل على الحال ده كتير. طول ما الباي بال مش موجود في مصر هنفضل على الحال ده كتير، فما تستناش ان في فيزا تطلع تفعل لك الباي بال للابد، ده صعب جدا في مصر. فلو عندك انت دوله عربيه فيزا شغال، الباي بال شغال عندك بالفيزا عادي، ففعل الباي بال عادي واشتغل بيه. لو في مشاكل باي بال ممكن تروح تكلم اي حد او اي وسيط يقدر يعمل لك اعلانات فيسبوك، اعتقد الناس دي موجوده في كل حته، الناس تقدر تعمل لك اعلانات فيسبوك موجوده في كل حته، تمام. بس كده انا فهمتك ازاي تختار الجمهور بتاعك وبتاع الاعلانات وتختار الكلام ده كله، بحيث ان انت لما تيجي تعمل اعلان تبقى عارف انت تعمل ايه بالظبط وبتختار ايه، تمام.
انا كده على فكره اختصرت رقم 4 ورقم 5 في بعض عشان بس اختصارا للوقت، فنروح على طول رقم 6. رقم 4 اللي هي ازاي هتنشر ايه، ورقم 5 هي انك ازاي هتجيب ناس يعني تشوف اللي انت بتنشره اللي هو عن طريق فيسبوك او عن طريق اعلانات. رقم 6 بقى هي المهمه جدا، هنكسب ازاي. تمام، احنا قلنا ادسنس، يعني اول حاجه انت تكسب من ادسنس. تاني حاجه لو انت بتنشر حاجه لها علاقه بمنتجات، يعني بص حتى لو موقعك بيتكلم عن برامج، موقعك بيتكلم عن اي حاجه، اي حاجه بعيده حتى عن المنتجات، حاول تحط المنتجات في النص كده عادي. يعني ان انت مثلا تيجي في شهر 11، شهر 12، شهر 9، شهر رمضان، الكلام ده كله تنشر لك كام منتج كده من المنتشرين عليهم خصم محترم، اعمل لك اعلان محترم، خلصت. الموضوع ده كفيل انه يعديك بجد، الموضوع ده كفيل انه يعديك، فمش محتاج قوي الموضوع ده. فيا ريت تحط كده حته كده فيها المنتجات. طب ليه يعني انا هنشر منتجات ليه؟ عشان تكسب من الافلييه. الافلييه مهم جدا يا جدعان، على فكره الافلييه في شهر 11 شهر 12 ناس ممكن تحقق منه اكتر من $500، من $500,000، $2,000. موضوع الافلييه ده مربح جدا لما تكون بتاخد 10% عن كل حاجه حد بيشتريها عن طريقك، اللي هو مثلا يكون مثلا تلفزيون مثلا ب $500، التلفزيون ده حد يقوم شاريه عن طريقك، انت بتاخد 10% من $500، انت بتاخد $50، وده يعتبر رقم كبير قوي من شخص واحد. انت ممكن 100 شخص يشتروا، تخيل انت هتاخد كام. فصدقني الموضوع مربح ومجزي جدا موضوع الافلييه، فيا ريت انك ما تطنشوش، يعني موضوع حلو. حاجه اخيره بقى هي برضو ان موقعك ترتيبه هينزل، فانت تقدر، وبما انك تنشر منتجات فانت هتقدر انك تروح لاتخنها شركه، اتخنها شركه حرفيا، وتبعت لك منتجات تعمل لها مراجعه على الموقع بتاعك وتحط صور المنتجات، او انك تكلم اتخنها شركه وتقول لها انا عايزه انشر لكم مقالات للموقع او للمنتجات بتاعتكم او اي حاجه من الحاجات اللي انتم بتنزلوها عندي على الموقع بتاعي، اللي هو ترتيبه هيبقى اصلا اقل من 200,000، اقل من 100,000، هيبقى الموقع بتاعك شغال كده الله ينور، عمال بيجيب زيارات في فيسبوك، هيبدا جوجل برضو يحب الموضوع ويجيب لك زيارات، هتبدا الدنيا تمشي معاك. يا ريت ان تاخد الموضوع ده على محمل الجد يعني. وبس كده اعتقد ان انا كده قلت لك كل حاجه، الموضوع كده بالتفصيل الممل. اتمنى ان انا يعني اقدر الحلقه دي اخليها قصيره بقدر الامكان، يعني احاول بقدر الامكان اقصرها، فعشان كده خلينا نخلي الحلقه بسرعه. يا ريت تنسى تشوف الفيديو ده 1000 لايك، فكل عليك انك تعمل لايك دلوقتي للفيديو وتشترك في القناه لو كنت عم تشوفني، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وادعمني بشكل ما، انك تعمل شير برده الفيديو، حب الخير لغيرك، في ناس كتير ممكن تكون محتاجه الكلام ده، وزي ما قلت لك الموضوع ده انت مش هتسمعه مني غير مره واحده وهتنفذه على طول حياتك لو انت حابب، والموضوع مش هياخد منك وقت كتير يعني بالشكل اللي انت متوقعه يعني. بس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.